اي نادي بيدخل الدوري الممتاز عشان يبني ويخطط صح ويكون عنده استمراريه لازم تبدا من القاعده الاول. صحيح. نادي زد لسه السنه دي بيصعد الدوري الممتاز، لكن نادي زد بدات الناس تسمع عنه من 3 سنين انه عنده قطاع ناشئين وبدا يبني الهرم صح. ال 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 البدايه في الكره المصريه لازم تبتدي اي نادي عشان يقول انا نادي بستثمر او نادي استثماري او داخل في الكره المصريه لازم البدايه تكون من هنا مش من الدرجه الاولى. هي مهمه جدا يا اسامه الكلام اللي انت بتقوله، يمكن كنا امبارح حتى بنتكلم في موضوع الناشئين. لازم عشان تعمل فريق كبير او تعمل المنتخبات اساسا بيبقى بيتم اختيارها من الدوريات او المسابقات وبالتالي قطاعات الناشئين بتاعه الانديه، فلازم يبقى فيه قطاعات ناشئين على مستوى عالي، لازم يبقى في فرق، لازم يبقى في مدربين كويسين، لان انت مش هتيجي تعلم الولد بعد ما يبقى عنده 15 16 سنه، انت بتبدا معاه من البراعم، بتكون شخصيته، بتدي له الحمل المناسب التدريبي، بتكون شخصيه ان الولد ده يبتدي يلعب في بدايه بقى منتخبات الناشئين والشباب وتكون شخصيته. زيد الحقيقه يعني من الانديه اللي بادئه صح واخدين بالاسلوب العلمي وابتدوا يعمل بنيه تحتيه كويس، وجابوا كمان رئيس قطاع ناشئين كابتن علاء نبيل عنده خبرات كبيره جدا على مستوى المنتخبات الكبيره والناشئين، وكان ماسك قطاع الناشئين بتاع المقاولين. الحقيقه علاء نجح قوي في الموضوع ده، وانا شايف حتى انا كنت قعدت اتكلمت معاه من يومين على القطاع وعن الماتش ده انه هيبقى حاضر النهارده الماتش ده، فاداني معلومات يعني عن الفريق، شايف ان الفريق فيه لعيبه كويسه وشايف ان فيهم ناس جاي لهم عقود احتراف كمان من دلوقتي في الدورات الخارجيه. لو هنتكلم يعني لو نحب نتكلم عن بعض اللعيبه طبعا من عندهم منعم اللي هو حارس مرمى منتخب مصر، جاي له فيتوريا البرتغالي، مروان ديفندر برضه فيتوريا، حميدو باك شمال، عمر خضير استون فيلا جاي له، استون او خضر جاي له استون فيلا. عمر خضر راح خلاص، راح خلاص، راح استون فيلا، وده يعتبر من اغلى الصفقات في الناشئين. عمر خضر كمان اللي ماسك الفريق ده مدرب اسمه ايان انجليزي من جنوب افريقيا، عاملين اهتمام قوي جدا جدا، وبصراحه بيصرفوا على القطاع جامد. شايف ان هم حتى من يعني ترتيبهم اهو في 2005 كسبانين ثلاث مباريات من الاربعه ومتعدلين متعدين مباراه، فشايف ان القطاع يعني كويس، واحنا عايزين يا ريت يبقى في انديه اكتر من زد يعني تمشي بنفس المنهج عشان ده بيصب في صرح الكره المصريه ومسابقات الناشئين وبالتالي المنتخبات يعني.